راحوا شخصين اللي هو الشيخ الزهيري والشيخ عبد الحليم الزهيري والدكتور حسين الشهرستاني. نعم. فراحوا إلى النجف لفت قضية هسه ما أدخل عليه لأنه قد يطول الأمر. المهم ما طبعا سيد السستاني ما يلتقي بهم، ولكن راحوا بيت الشيخ إسحاق الفياض، وسيد السستاني بعث لهم سيد محمد رضا يلتقي بهم. زين. مجموعة أمور طلبوا من عندهم، ولكن قضية واحدة اللي أنا بصراحة هاي أريد يعني اللي ضمن سؤالكم يعني زي. أريد أركز عليها. قالهم بالنسبة للتظاهرات، يعني هذا اللقاء كان في بيت شيخ إسحاق الفياض. لا، في أي عام كان هذا اللقاء؟ هذا اللقاء هي بالضبط هي السنة اللي صارت بيها مع الحويجة 2009 لا عفوا مو بالدورة الأولى، الدورة الثانية، دورة الثانية للمالكي. إيه يعني هسه يعني 12 يعني 14 يمكن. أيه. يعني بهالحدود هاي. زين هسه ما أعرف بالضبط التاريخ يعني. زين ولكن تشوف يعني أحداث الحويجة يعني هي نفس السنة. زين فراحوا والتقوا سيد محمد رضا التقى بيهم. طيب. طلب مجموعة أمور، بس أهم أمر قالهم بالنسبة للتظاهرات ما يجوز أنه تخلون لا الجيش بمواجهتهم ولا الشرطة الاتحادية، وإنما تضعون الشرطة المحلية حتى إذا صار أي نوع من اختلال الأمني أو خلاف أو شيء راح يصير في نفس دائرة المحافظة، مو في الجهة خارج عن المحافظة، وما تسوي ما تشكل أي مشكلة يعني بين المركز وبين المحافظة نفسها. للأسف الشديد من صارت قضية الحويجة وطلعوا حوالي الأشخاص اللي طلعوا هم كانوا سلميين حتى ما عندهم أسلحة يعني. زين. وأرسل إليهم مو فقط الجيش بل حتى القوات يسموها الفرقة الذهبية أو ما شابه، سوات أو هذا، أرسلوا إليهم. بأمر من كانت؟ خوف قال عام القوات المسلحة هو الأمر. يعني ما هو اللي بيده كل الأمور. زين. ودخلوا كثير من الأطراف أنه حتى يفضوها. زين اللي من ضمنهم محمد تميم تقدر إذا يصير لك عندك لقاء بيه تقدر يعطيك هو تفاصيل يعني. طيب. ودخلوا كثير من الأطراف لفض هذه القضية، وبالنهاية ما فضت. زين وبالنهاية صارت مواجهة، ولكن هذه المواجهة كان بين طرف ويحمل كل أنواع السلاح وبين طرف مجرد من السلاح ما عنده أي شيء يعني وناس، وبالتالي راحوا القتلى أكثر من 70 واحد والجرحى أكثر من 300 واحد. قالوا انقتلوا من الجيش 1 أو 2، قسم يقولون أنه بالخطأ أو يعني زين. فهاي حقيقة هاي قضية، وأنا في تصوري لو كانت طبق موقف السيد السيستاني الله يحفظه وأنه عدم تدخل الجيش، ولكن لم يتم الاكتفاء بالجيش بل بقوات السوات. زين وصارت هذه المجزرة طبعا، وأنا في تصوري هذه المجزرة هي واحدة من أهم الأسباب اللي حقيقة هيجت الأجواء، عمقت الطائفية، بل هي كانت واحدة من الأسباب المهمة لدخول داعش إلى الموصل.